لا عندنا لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في ليبيا ولا في سوريا ولا في مصر. هذه نتاعنا هذه 100% نتاعنا. موافقك. وفيها جونا وتفكرنا بجونا عام 20 وعام 30، دونك الناس تحبها وتشيخ عليها وتعمل عليها ان بون كيف. هذه هو هو الذكاء. وشنو انا علاش قلت لك مثلا سليم دمك ذكي؟ ذكي برشا. لا ذكي لا، خاطر شنو كان يغني في انماط اخرى. انماط هات لنا شاعر كبير وغني وقصيد. على فكره راهو سليم دمك لحن غنيت اني خيرته كيف اختار، وبائسة 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 جدا 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 جدا. محاولة هي. شوف شو ما هوش قولك علاش ريت احنا ماناش بتاع قصايد ديما نقول هن. رانا احنا ماناش بتاع قصايد. قداش حنا من اديب احنا نحينا المسعد ايش عنا ستي. الشاعر اكبر شاعر شكون عن ابو القاسم الشيبي ولا ايه. صح ولا اللي اضاء على المشرق ويستعرفوا به جماعة المشرق. نحينا هذاك الاودة بالك برش عن قداش انجبنا من اديب. نحن حين محمود المسحي الشعراء تقول انت مثلا. لا نحكي واحد الادب خاطر اين يقول لك كرباكا. ليش من كرباكا يا شخص؟ علاش وقت اللي احنا في الاداب تعدي لي انت في البكالوريا حول هذه الروايه ذهنيه نجيب محفوظ وتاع حسين. دونك انت تقري له في ثقافه مشرقيه صح، واللي هو ماهوش ود البيئة الثقافة المشرقية. راهي هذه الإشكالية. احنا حتى في برنامج مدرسي مش هو نقرين على الشعر الجاهلي. ما مرش هو بظروف الشعر الجاهلي، ماهوش بيئة الشعر الجاهلي. ولكن هذاك اللي عندك انت، مش هذاك اللي عندك. هي اختيارات الدولة، مش هذاك اللي عندك. شنية هي تو حتى راهي فما مشكلة كبيرة. الأدباء سامحني نردين تو تحكي على الأدباء. الأدباء الكبار انت معناها من بخلاف المسعدي. هاي شكون عندنا اخر؟ معنيش ريال مو معنيش. ونقول لك حاجه اخرى، انا علاش تميز المسعديه؟ لانه المسعدي في روايته تاثر بالثقافه الالمانيه ماهيش الثقافه الفرنسيه. لو كان تاثر بالثقافه المرسيه سان اكزيست با المسعدي في تونس. الروايه مع السد فهمتني، وحدث ابي هريره هي روايه هي مواضيع فلسفيه المانيه. ذاك علاش ظهرت بنفس اخر بيسو. خاطر احنا كان خرجناهم وكلهم يفهموا في الثقافه الفرنسيه وفي موليير وفي في فولتير تفهمتني ولا اي هذيك هي الشهره من جيت. وذاك شو نقول لك، راهو المجتمع التونسي يلزم تفهم راهو شو سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يلزم تفهموا هالشعوب هذيا ويلزم تعمل دراسات حقيقيه. خاطر لا سبيل باش انك تنهض وتتطور وانت ماكش فاهم شكونك انت. هذه هو راهو اللغز كبير. مشكلة كبيرة. مشكلة مش حتى موسيقية، راهي مشكلة موسيقية ومعمارية واقتصادية وسياسية كله. خاطر علاش جيت تلصق نعملوا في اسقاطات على ناس مش فاهمينهم. الهوية مشحونة بعدة يعني افكار دخيلة وغزوات ثقافية و اللي تحب انت تقول. يعني الهويه تنجم تقول مشوهه، هو تشويه نتاع هويه. لا مش انا ما نقولش تشويه، مش تشويه معناها بالمفهوم ما عرفناش انه... انا قلت عشان نقول صرنا احنا صرنا عكس الولايات المتحده. الخلطه اي صارت تونس هي النيجاتيف تاع الولايات المتحده. وعلاش الولايات المتحده هو كشعب شنو تو هي تحكم مختلف تحكم في العالم اي فهمتني. راهو التلاقح مهم أكثر جدا. اكبر شعب متلاقح هو الشعب الامريكي، والاختلاط مهم جدا. وانا ونوصفوا فيه المشكله وين، انه تونس هي البلد الوحيد في البحر الابيض المتوسط اللي فيها تلاقح كبير. تلاقح كبير صحيح. تجي تشوف الريزلتا شنو المخرجات الاوتبوت ما فماش. بالعكس احنا نورمالمون بالمنطق وبالتاريخ وكل شيء نكونوا احنا الافضل من الناس كل بالتاريخ وبالجغرافيا وبالتصور انت في بالك وبالادب وبالموسيقى نكونوا احنا الول. ما تقولش انه سبب الخليط هذا كوننا مجموعه من العقد اللي خلاتنا ما نتجاوزوش المرحله هذه ونصفيه. وانا نحس انه عباره على الماء مازال مش راكح ومازالت فهمت شو نقصد الصوره. حبيت حتى نقربها للساده المستمعين. الهويه يعني التونسيه مازالت ما صفاتش كما يلزم. ماهيش مستصفه تعرف علاش؟ لانه الشعب التونسي هو شعب خليط عبر الزمن.
هو شعب من كل بقايا. الولندال موجودي عن والبربر موجودي والعرب موجودي والجنس الأوروبي موجود والجنس القوقازي موجود. دونك شنو الإشكالية؟ المشكلة مش في الاختلاط متاعنا، المشكلة أنه احنا ما عرفناش، مشينا في توجه خايب اللي هو شنو؟ توجه تطرف في نوع ما أكاديمي. احنا زعما عرب، زعما احنا فرنسيس، هذه هو هو وجهة أنه احنا مشينا متطرفين. يا تلقى الناس تجبد لهنا كومبليتمون والناس تجبد لهنا كومبليتمون، هذا اللي خلى شمس التونس مزقه. دونك وقت اللي يجي يخرجونا مفكرين ويفهموا راهي احنا لازمنا نكونوا الافضل، تحب ولا تكره، بتاريخنا بالثقافه نتاعنا بكل شيء لازمنا نكونوا احنا نكونوا في مرتبه عاليه. معنا اعاده ترتيب الـ 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 البيت، خلينا نجم نقول اي، ولزمتنا مصالحه كبيره، مصالحه لزمتنا مصالحه كبيره، لزمتنا مصالحه كبيره ثقافيه وتاريخيه وكل، لزمتنا مصالحه كبيره، مصالحة. لازمتنا مصالحه، هي اللي باش تخرجنا من المفترق هذا ومن المازق اللي احنا نعيشوا فيه. لازمتنا مصالحه كبيره. اش قالوا؟ قالوا لي هذه الغنية هذه يعني خاصه الكبار حبوها برشا، نسمعوا قالوا لي جاي من صوت نبيها كراولي.